أفي الشيعة نحكم عليهم بالظاهر أنهم مسلمون ونرى منهم في الفضائل مثلا كل خير بتقية أشققت عن صدري؟ لا، إذا علم عن المرء من مجموع حاله أنه يستعمل التقية فهذا الحكم بما يعلم من حاله، الحكم بما يعلم من حاله. فالشيعة على مدار التاريخ إلى الآن يعلم من حالهم أنهم يكفرون أهل السنة، وعندهم بأن أهل السنة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم حلال، ده موجود على مدار التاريخ وثابت في كتبهم، فبالتالي لا نحتاج إلى أن نشق عن باطنهم لأنهم يظهرون هذا الباطن في مواقف عديدة.